يعتبر دفاع الطفل عن نفسه أمراً مهماً لحمايته من أقرانه من الاعتداء عليه، سواء بالضرب أو باللسان من خلال شتمه وإهانته، وهو أمر شائع بين الأطفال خاصة في المدرسة. فإذا استطاع الوالدين أن يجعلا طفلهم قادراً على الدفاع عن نفسه بنفسه، فإنه سيصل في مرحلة من المراحل إلى عدم التعرض لأي مضايقات من الآخرين. وبما أننا نعيش في مجتمع ينتقد كل الأشخاص ولا يسلم حتى الأطفال منهم، فمن الضروري أن يتعلم الطفل أن يدافع عن نفسه، وهذا الأمر لا بد منه حتى لا ينعتوه بالجبان. فنحن لا نستطيع التحكم بما يقوله الآخرون، وكلمة جبان هي أول طريق لخلق طفل خائف ولربما انطوائي أيضا. ومن الطبيعي أن يهتم أحد الوالدين وينتبه إلى سلامة أطفالهم، فهناك العديد من المناسبات التي لا تكون فيها حاضرا جسديا مع طفلك، سواء كان ذلك في المدرسة أو الأنشطة المشتركة في المناهج الدراسية. ففي مثل هذه الأحداث احتمال أن يكون هناك خطر على الطفل في شكل تنمر أو شيء أسوأ. ومن ثم يجب أن يعرف الأطفال كيف يدافعون عن أنفسهم، لأن للدفاع عن النفس مهارة قيمة تحمي طفلك وتزيده من الثقة. فعلى الأمهات واللواتي هن الأقرب إلى أبنائهن أن يعلمن الطفل كيفية الدفاع عن نفسه من خلال زرع الثقة في نفسه والنظر في عينيه عندما يريد التحدث عن شيء ما أو موقف قد تعرض له، حتى يشعر بالاطمئنان عند البوح عما بداخله. فمن الطبيعي أن يصبح الطفل صريحا وجريئا في قول كل ما يشعر به أو يتعرض له. فالدلال المفرط سيجعل الأطفال يعتمدون على والديهم في كل شيء، ولا يحسنون فعل أي شيء سوى البكاء عند تعرضهم لأي موقف. فالدفاع عن النفس يمنح الأطفال الثقة والشجاعة.